السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصحابي حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح الكوفية الجميلة ديت. هي الكوفية سهلة وبسيطة وخامتها كمان بسيطة، انا اشتغلتها بشلتين خيط بس من الخيط اللي انت هتشوفيه كمان شوية. الكوفية حلوة قوي وغرزتها سهلة وبسيطة ما فيهاش حاجة، هي عبارة عن غرزة العمود العادي وغرزة العمود الامامي، احنا عملناهم بس الطريقة بتاعتها تعالي بقى هنشوفها في الفيديو زي ما هتتفرجي عليها. اتمنى انها تعجبك وتكون سهلة وبسيطة، ويلا بينا نبدأ على بركة الله. شفنا الانترو بتاع الكوفية الجميلة الحلوة ديت. تعالي نشوف احنا هنشتغل بخيط ايه. انا هشتغل بخيط الناكو فيزون. الخيط ده من الخيوط الحلوة، الخيوط التركية الجميلة جدا. في منها طبعا انواع كتير، في منها الفيزون والبرلانتا، ودول اشهر نوعين موجودين من الخامة دي. الخامة حلوة جدا وملهاش حظ مع اللي بيشتغلوا سواء كروشيه او تريكو. انا حبيت ان انا اوريها لكم في الشغل عشان اوريكم منتج جديد. هو طبعا رخيص من المنتجات الحلوة، يعني انا جايبة الشلة دي ب 21 جنيه تقريبا، يعني حلوه جدا، في يعني رخيصه بالنسبه لسعرها رخيص. الشله ال 100 جرام بتاعتها بتعمل 195 متر اهو، 195 زي ما انت شايفه. وهو بيختار عليا في ابر التريكو من 4 إلى 6، وفي الكروشيه 3. بس الحقيقه انا ليا واقفه بقى هنا، لان انا لما اشتغلت برقم 3 اللي هو قال عليه طلعت الخامه هنا، يعني بصي الخامه، بصي حلوه طريه وناعمه ازاي، وتبقى على الرقبه حلوه، مش ناشفه ومشدده. لما اشتغلت بثلاثة طلعت مشدده جدا وناشفه، تحس ان عامله زي الحاجه الواقفه كده. ب4 ان طلعت الين شويه. اشتغلت ب5 طلعت بالشكل اللي انت شايفاه الجميل ده، وطلعت جميله وادتني انتاج شكله حلو قوي. فانت لو هتشتغلي الخامه ديت اللي هو الفيزون اشتغليه برقم 5. يلا بينا نبدا على بركه الله. اشتغل طبعا بغرزه الفاونديشن، فانا ايه ادي الفتله الابره بتاعتي، وهبدا اعمل غرزه البدايه بتاعتي ماشي، وهشتغل ادي غرزه البدايه. غرزه الفاونديشن هشتغلها اعمده طول العمود بلفه كام؟ 3 غرز. ادي 1 2 3 تمام. وهبدا اعمل ايه؟ هلف وادخل في الغرزه الايه الاولى واسحب خيطي. بقى عندي على الابره كام؟ 3. عايزه اقول لك حاجه، انت دايما بتسحبي بتعملي سطر سلاسل وبعد كده سطر عمودي، مش كده؟ انا هنا هعملهم الاثنين مع بعض، 2 في 1. هتعملي سطر السلاسل والعمود في وقت واحد، فانا عندي اتحط 3. هسحب اول مره من غرزه واحده بس، انا كده عملت الايه؟ سطر السلسله، شايفاها؟ وبعد كده اعمل العمود بتاعي اللي هو اسحب من 2 2، كده عملت السلسله بتاعتها بالعمود بتاعها. هرجع تاني، فاكره السلسله اللي سحبناها لوحدها لها 2 حرف؟ ادي 1 اهو، وادي التاني اهو، شايفاه؟ هدخل منهم الاثنين حرف اهم، هدخل منهم اهم، شايفاهم اهم. وبعدين هسحب خيطي، وزي ما عملت المره اللي فاتت هسحب من غرزه واحده بس عشان اعمل صفي غرزه السلسله، وبعد كده اعمل 2 2 كده. ايه بعمل ايه اللي اسمها الاعمده الطايره او الاثنين في واحد، يعني انت الفاونديشن. فاجي الايه بسحب من غرزه لوحدها وبعدين من 2 2. طبعا انا بعمل كده عدد يقبل اسم على 2 زائد 1، عدد يقبل اسم على 2 زائد 1. في ناس بتقول لي انا ما بعرفش اعمل الطريقه انت بتقولي عليها دي، هقول لها اعملي كده اهوت. طبعا انا اشوف انا عايزه عرض الكوفيه كام، عايزه عرض الكوفيه مثلا 18 تمام. فانا هبدا اشتغل كده ايه 2 2 2 2 2 2، اعد اتنينات، وبعد ما اخلص الاقي اتنينات اعد الاتنينات بتاعتي الاقيها 18 سنتي او 16 سنتي حسب الكوفيه ما انا عايزاها عرضها، خلاص اروح مزوده 1 تمام كده. فانا بعمل، او الناس اللي بتعرف تحسب طبعا يعني ايه، هتعملي عدد يقبل اسم على 2 زائد 1، عدد فردي يعني تمام اهو. باخد منين؟ بصي شايفه انا كنت هنا، فالسلسله اللي انا طلعت منها ايه، شايفه الاثنين حرف بتاعها اهم، واضحين قوي اهم. هدخل فيهم وبعدين هطلع من غرزه، وبعدين 2 2 اللي هو العمود. هرجع تاني اهي نفس الغرزه اللي انا طلعت منها لوحدها، اللي هي اللي انا بقول عليها سطر السلسله اهي، دخلت في الاثنين لوب بتاعها اهوت، وبعدين اطلع اهو، وبعدين اطلع برضو من واحده بس اعمل السلسله اهيت، وبعدين 2 2. الطريقه دي حلوه جدا بتعالج لي التقوس، او بتعالج لي ان انت مثلا لو بداتي بسلسله في الاول بنفس الغرزه، بتبص تلاقي في الاول السلسله ضيقه، ويطلع بعد كده الشغل ياخد راحته واسع، فتحس ان الشغل واخد ايه ايفازي كده، بيبقى مش حلو. فطبعا ايه كله بيتضايق من الكلام ده، فاحنا عالجناه وعملنا له، قلت لك الفيديو، وانا هحط لك الفيديو عشان تعرفي ايه الطريقتين. ادي الغرزه اللي احنا طلعنا منها، هدخل في الاثنين حرف بتاعها واعمل اهو، هفضل ماشيه كده بقى لغايه ما اعمل عدد يقبل القسمه على 2 زائد 1.
انا اشتغلت 23 غرزه، عدد يقبل قسم على 2 زائد 1. انت تقدري بقى ممكن لو عايزه العرض اعرض من كده شويه، زودي 2 غرزه كمان، مش هتزودي واحده، زودي بالاثنين عشان يبقى عدد يقبل قسم على 2 زائد 1، يعني عدد فرجي. المهم ان انت بتعملي عدد فرجي للايه، للكوفيه. انا تقريبا لما اشتغلتها بصي هنا مديني كام، 17 سنتي وفوق، يعني بصي جايه على ايه، مقربه على 18. فبالنسبه لي كده حلوه المقاس كده حلو. هبدا ان انا هرتفع غرزه بعد ما خلصت الشغل اخر السطر، وهلف هعمل السطر اللي ايه التاني كله حشو. ادي في كل غرزة هعمل غرزة حشو. همشي السطر كله لاخره كده حشو، في كل غرزة هعمل غرزة حشو. بتخش من قلب الايه السلسال زي ما انت شايفة بتاع العمود اهو لحد اخر السطر. خلصت السطر كله وفاضل الغرزه الاخيره، حابه اذكرك بيها عشان كتير مننا بينساها، اللي هي الغرزه بتاعت ايه الارتفاع. ولو انت الغرزه ضيقه عليكي ممكن تجيبي ابره رفيعه وتدخلي منها ماشي، وبعدين ايه تسحبي خيطك وبعد كده ايه تركبي غرزتك. هعملها غرزه حشوه اهي، تمام كده خلصنا السطر التاني اللي هو غرزة حشو. السطر التاني ده كده على الدار، هبدأ ارتفع غرزتين، واحد اتنين، والف على الوش هنا. هبدأ اعمل اول غرزة اللي هي مقام الغرزة دي شايفينها اهي، تاني غرزة اللي هي ديت مكانها هنا ديت، مش هاخدها من قلب الحشو، هاخدها من العمود الايه الاولاني، الشغل الصف الاولاني. هدخل في العمود، هدخل من على يمينه واطلع من على يساره، اعمل بريد امامي شايفين اهو، وبعدين الف اعمل العمود بتاعي. خلاص يبقى انا عملت ايه، غرزه عمود اللي هو الغرزتين دول عمود مقام العمود الاولاني، وبعد كده العمود الثاني عملته بريد امامي. بعد كده الغرزه الثانيه مش هدخلها في هنا، هدخلها في غرزه الايه الحشو، ده العمود بتاعها اهوت، العمود بتاعها اهوت، وادي غرزه ايه غرزتها تمام، ادي العمود وادي غرزه. لان بص انا فوتت الغرزه دي اللي هي بتاعه العمود الامامي شايفاها، دي الغرزه الثانيه اللي هي بتاعه العمود الثالث اهي، هدخل فيها هعمل عمود عادي. وبعدين هروح انا عندي بقى هعمل عمود وعمود. خلاص انا عملت ده عمود عادي، العمود ده عمود عادي، هعمل اللي بعديه عمود امامي، ادخل من على يمينه واطلع من على يساره كده، يبقى هو امام الابره عشان كده مسمينه بريد امامي. وبعدين اعمل العمود العادي بتاعي، وبعدين اللي بعديه هعمل اللي هو العمود ده، دي غرزته هدخل فيها من سطر الحشو. يبقى انا مره عمود بعمله من السطر الامامي، السطر الاولاني بعمله بريد امامي، وعمود اللي بعديه بعمله من غرزه الحشوه ماشي، بيبقى ايه عمود عادي. هرجع تاني، ده كان عمود عادي، هرجع بعد كده اعمل ايه اهو اللي هو العمود ده هعمله ايه امامي اهو زي ما انتم شايفين. هرجع العمود اللي بعديه اللي هو العمود ده هعمله من غرزه الحشوه، ودي غرزته فهعمله عمود عادي. يبقى ده التكرار بتاع السطر بتاعي، عمود عادي وعمود من السطر الايه اللي قبليه. هاجي انا اهو ده العمود اللي عملت له الايه العمود العادي شايفينه اللي فوق، اللي بعديه اللي هو دوت هعمله بريد امامي، وبعدين اللي بعديه اهو عمود عادي من قلب غرزة الحشوة اللي هي بتاعت السطر التاني، وبعد كده اللي بعديه بريد امامي من السطر الاولاني، وبعدين اللي بعديه غرزة ايه من غرزة الحشو عمود عادي، وبعد كده بريد امامي. يبقى انا بمشي عمود وعمود بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. العمود الامامي باخده من السطر الاولاني، والعمود العادي باخده من السطر بتاع غرزة الحشو، عمود من السطر الاولاني اللي هو البريد الامامي، وبعدين العمود العادي من سطر الايه الحشو، العمود الايه امامي، وبعدين عمود عادي من سطر الحشو، وبعدين عمود امامي من السطر الاولاني اهو،
وبعدين اخر عمود هعمله ايه من سطر الحشو، عشان انا كنت بادئه الاولاني، الاولاني كان ارتفاع، كان ارتفاع عادي، وبعدين عملنا العمود الايه الامامي اللي من تحت، نفس الكلام، نفس الكلام عملناه هنا. هنا خلصنا كده السطر دوت، هرجع بعد كده هرتفع غرزه، وبعدين هعمل برضو في كل غرزه غرزه حشو. ادي واحد طبعا، اتنين، شوفي بقى انت عامله العدد بتاعك قد ايه. انا بالنسبه لي هنا بالخيط والابره دي عامله 23 غرزه. تمام، السطر كله حشو للاخر، خلصت السطر كله كده. بس زي ما انت شايفه في ناس ممكن تقول لك انا كده خلصت، فحابه تاني ان انا اذكر ان اخر غرزه احنا بنعملها يا اما بتعمليها في الغرزه اللي هي طبعا احنا بنرتفع 2 مش 3، في الغرزه الثانيه من الارتفاع، يا اما ممكن بتعمليها ايه من جوه كده العمود كده بتعملي لها الغرزه بتاعتها، فانا هعملها من جوه العمود تشد العمود. هرجع ارتفع 1 2 اللي هو ارتفاع العمود والف الشغل. السطر بقى دوت طبعا احنا دايما بنعمل الاعمده الاماميه والخلفيه، الاعمده الاماميه والاعمده العاديه على وش الايه الشغل، وغرزه الحشو على الظهر. انا هنا على الوش، فهبدا اعمل هنا ايه، هبدا اعمل فوق العمود اللي كنت عاملاه امامي هعمل عمود عادي، وفوق اللي كان عادي هعمله امامي. فانا هنا طبعا ارتفعت العمود ده فوق العمود ده زي ما انت شايفه كده، وبعدين ده كان امامي يبقى هعمله عمود ايه عادي، وبعدين ده كان عمود عادي شايفينه اهو كان عمود عادي، فانا هعمله ايه امامي. وبعدين ده كان عمود امامي فهعمله عمود عادي، بعمله عمود عادي من غرزه الحشو، وبعدين ده كان عادي هعمله امامي من السطر الايه السابق. احنا اتفقنا العمود الامامي بنعمله من السطر السابق، تمام، العمود العادي بنعمله من سطر الحشو، اتفقنا على الكلام ده. ده كان امامي، ده امامي اللي كان عادي عملته امامي، طب ده كان امامي هعمله ايه عادي ومن ايه، وبصي من غرزه الايه الحشو، تمام، بتعكسي ده كان عمود عادي فهعمله امامي منين، بصي مش من سطر الحشو، هعمله من سطر الايه الاعمده السابق، وبعدين الامامي هعمله عادي من سطر الحشو، وبعدين العادي هعمله امامي من السطر السابق، وبعدين اللي كان الامامي هعمله حشو، هعمله عادي قصدي من سطر الحشو، وبعدين ده كان عادي هعمله امامي، وبعدين ده من سطر عمود عادي من سطر الحشو عشان يكون هو سابقا، هعيده تاني عشان شنكل اهو، تمام زي ما انت شايفه الشغل كده. وبعدين هرجع تاني كان العادي هعمله ايه امامي، وبعدين الامامي هعمله عادي، خلاص احنا متفقين الامامي بعمله من السطر السابق، معلش انا بعيد الكلام تاني عشان اخواتنا المبتدئين، واللي كان امامي بعمله عادي من سطر الحشو اهو، زي ما انت شايفه كده الامامي بعمله عادي من سطر الحشو، وكان العادي اللي هو العمود العادي بعمله امامي من سطر الايه السابق. ده كان امامي هعمله عادي، وطبعا الغرزه الاخيره بتبقى عاديه من الايه من سطر الحشو. بصي عايزه اقول لك حاجه كمان هنا ملحوظه، لما بتيجي تعملوا الغرزه الاخيره بنعمل كده، الناس بتعمل كده وتروح ايه عامله كده وتروح شاده كده، وعلى ما تيجي تشتغل تبص تلاقي الجنب مورور معايا وحش، لا انت تعملي كده بس عشان تطلع جنبي برده متساوي معاكي مش مورور، هتعملي يا دوبك طلعت شايفاها اهي ما شدتش، يا دوبك انا ايه طلعت كده بص عند الابره، وبعدين اسحب شغلي على مسحب يكون العمود الداني الطول اللي انا عايزاه. هرجع ارتفع غرزه، وعلى الظهر احنا قلنا بنعمل غرزه الايه الحشو، في كل غرزه بعمل غرزه حشو، تمام، بخلص السطر كله حشو، خلص سطر الحشو. برضو كالعاده انا بذكرك دايما بالايه بالغرزه الاخيره، هي متى تدخلي في السلسال الغرزه اللي هي الثانيه، اول طبعا لو عامله 3 هتخش في الثالثه، بس احنا عاملين 2 عشان الحرف هنا يبقى موجود، فانا مش هدخل في الغرزه، انا دخلت في ايه في قلب العمود نفسه عشان اشده زي ما انت شايفه كده يبقى مستقيم معايا. هرجع ارتفع 1 2 والف الشغل، انا كده على وش الشغل تاني، هرجع اعمل نفس اللي عملته في السطر السابق بس ايه هعكس، فوق الامامي عادي عمود عادي، وفوق العمود العادي اعمله امامي. رفعت 2، العمود ده كان العمود اللي فات ده كان عمود عادي، فانا هعمله عمود ايه امامي.
طبعا احنا اتفقنا ان العمود الامامي بيتعامل من السطر السابق، ده كان عمود امامي زي ما انت شايفه، فانا هعمله عمود عادي وهعمله من غرزه الحشو من سطر الحشو. وبعدين ده كان عادي عمود عادي هعمله امامي، تمام كده. هرجع تاني، ده كان عمود امامي زي ما انت شايفه كده، فانا هعمله عمود عادي. طبعا العمود العادي يا جماعه باكد تاني بعمله من سطر الحشو، والعمود اللي انا هعمله امامي بعمله من السطر العمود السابق اهو. وبعدين برضو هنا ده عمود عادي امامي، كان عادي هعمله امامي، والامامي ده هعمله عمود عادي. وهرجع تاني، يبقى انا التكرار بتاعي كله كده. بعمل من على الظهر بعمل ايه، خلاص متفقين ان احنا بنعمل غرزة حشو من على الظهر. من الامام بعمل فوق الامامي عمود عادي، وفوق العمود العادي امامي، تمام. بعمل الامامي، بعمل العمود الامامي من السطر السابق زي ما انت شايفة، وبعمل العمود العادي اللي هو فوق اللي كان امامي بعمله ايه عادي من السطر الايه الحشو. ده تكراري كله كده للكوفية كلها كده بالشكل ده. طبعا حابه اقول ان لو في ناس بتقول انا لو عايزه اعملها بعرض الكوفيه ينفع الغرزه، لان اكيد السؤال ده انا هتساله. ده عمود عادي انا وانا بتكلم معاكي، ده عمود عادي اهوت، ده امامي. ناس هتقولي ينفع اعمله، يعني ينفع مثلا الكوفيه مثلا انا ماشيه كده، انا ماشيه بالعرض كده تمام، رايحه جايه كده، ينفع اعملها بالطول كده؟ هقول لها اه ينفع، عشان انا عارفه ان كل كوفيه انا بقدمها انا بتسال السؤال ده، فحبيت اجاوب عليه للناس عشان في بيقدر يسال السؤال وبيوصلني السؤال، وفي ناس مش بتقدر مش بيوصلني السؤال بتاعها، او مش يعني ما بيعرفوش يكتبوا تعليقات، او مش ما لهمش حساب على اليوتيوب بيتفرجوا بس ما لا يملكوا مثلا التعليق عشان هم ما لهمش حساب، فانا بجاوب على اسئله عشان اللي ممكن ايه تطلع عليا كده بالشكل ده. طبعا احنا طبعا هرتفع غرزه، وبعدين هنلف الشغل، قلنا ايه غرزه ايه حشوه الظهر كله. خلاص كده هتكملي بقى كده حشو الظهر كله، ما تنسيش الغرزه الاخيره عشان العدد بتاعك مش ما يحصلوش تناقص. وبعد كده طبعا ترجعي على الظهر، ونفس الكلام نفس الطريقه، فوق العمود الامامي بتعملي عمود عادي من سطر الحشو، وفوق العمود اللي هو العادي اللي هو زي ده العادي ده عادي هتعملي امامي من الايه من السطر العمود. هتكرري ده كله بالطول اللي انت عايزاه، يعني مثلا لو انت عايزه مثلا طول، انا هنا طبعا بكمل هنا تمام، انت لو عايزه بقى الطول بتاعك بقى 160 180 على حسب الطول اللي انت عايزاه. اه هي تقريبا لو انت احتاجتي الشله هتعمليها طولها مثلا يتراوح من 1.75 لمتر و80، هتحتاج حوالي شلتين ونص بالشراشيب. لو هتعمليها اطول هتاخد معاكي الثلاثه، انت كده كده هتشتري الثلاث شلات، الا لو كنت هتعمليها مقاس اصغر او لمقاس اطفال هتجيبي شلتين بس. انا هكمل بقى طول، هعملها طولها 180 سنتي 175 180، يعني على حسب كده هكملها. وتعالي نعمل مع بعض الشراشيب. خلصت الكوفية اخر غرزة فيها وهقفلها معاكي. طبعا دي اخر فتلة، لان انا كنت عاملة حسابي خدت اللي هو الشراشيب اللي انا هعملها كده. هي عملت معايا 1.60 متر بالظبط تمام، الشلتين اول عن اخر. وبعدين ايه انا هربطها كده، اعملها كده وهخليها بعد كده من ضمن الايه الشراشيب. بقى الشراشيب ازاي؟ انا جايبه غطا علبه كده عشان ايه اعمل النص من هنا واعرف اقص، فهجيب ايه المنتصف بتاعي يبقى من هنا كده تمام، على اساس ان انا ايه اعرف اقص من النص ده المنتصف كده، وابدا الف كده. يعني انا ايه قلت ده العرض الشراشيب اللي انا عايزاه، فهبدا الف كده. طبعا ممكن تكوني عداهم قبل عداهم وظبطاهم اهو. هتلف كده بقى عدد الايه الشراشيب اللي انت عايزاها بالطريقه ديت تمام اهو، انا بلفهم كلهم معاكي اهوت. خلاص كده اخر الشراشيب معانا، هي تلفها. وبعدين هبدا اجيب المقص، ده المنتصف بتاعي. هروح انا ابص العلبه، انا جايبه علبه ليه؟ عشان تبقى سهله عليا على طول. بصي اتقصوا بنعوم على طول. خلاص كده قصينا الشراشيب اللي احنا عايزينها، هنبدا بقى نركبها. بعد ما شطبنا خلاص طبعا هنركب الشراشيب، وقطعنا الشراشيب مع بعض وعرفناها. انا ظبطت الشراشيب اهوت،
كل ثلاثة مع بعض ثلاث فتلات. لو انت عايزة تزودي اوكي، بس انا هقول لك الموضوع. موضوع ان انا وفيت نفسي الشراشيب بالكوفية شلتين عشان اقدر الناس اللي عايزة تعمل بشلتين بس ما تجيبش، لان لو انت استغليتي ثلاث شلات او فتحتيها هتبقي خدت حبة الشريط، هتشتري ثلاث شلات وهتاخدي منها حبة صغيرين وهتعملي. لو عايزة تكتري الشراشيب عن كده شوية، لو ان انا اعتقد ان الرجالة تحبش كتير قوي يعني، واحيانا ما بتحبش الشراشيب كمان، بس احنا عملناها. لو انت عايز تكتري شويه او تطولي عن 1.60 متر، يبقى انت هتجيبي ايه ثلاث شلات. لكن طبعا انا هنا اشتريت عملت الشلاتين ووفيت نفسي بالشلاتين. فطبعا انا هنا الشراشيب اللي هاخد ثلاث فتلات هتنيهم على اثنين كده زي ما انت شايفه كده، وبعدين انا البدايه والنهايه مش هقطعهم، هخليهم مع الشرشوبه. هاجي من البدايه كده اهو، دي هنا مثلا مع ديت، هاجي دي كده هدخل من تحت لفوق الايه للوش تمام، وهسحب الثلاثه دول اللي هم الثلاثه كده واحافظ على المنتصف اهو، ادخل الفتله اللي كانت لوحدها اللي هي كانت بدايه او نهايه، سواء نهايه بدايه او نهايه، وبعدين اجيب الخيط بتاعي اللي هو كله بتاع الشرشوبه واقفله على الايه سواء البدايه والنهايه، اتقفل كله مع بعضه اهو، وهيبقى من ضمن الشرشوبه وايه، وهنقص الزياده مش هيجرى لها حاجه. وبرده هجيب من الاخر كده برده، هركب برده في الاخر نفس الكلام، ادي الثلاثه، وهاجي برده هنا برده في الاخر الغرزه الاخيره برده اهو. ممكن توصلي نفسك بقى بالشراشيب زي ما انت عايزه حسب الايه الحجم اللي انت عايزاه تمام. طبعا انا بدخل كده وبعدين بسحبها كده اهي، وبعدين اشد تمام اهي. انا عملت هنا بالنسبه لي كفتها ازاي، ان انا كنت مثلا عملت في واحده فسبت واحده اتنين في الثالثه في العمود الايه التالت، بركب اهو واحده، انا كنت بركب هنا واحده واحده اتنين في العمود التالت هنا ايه، هركب كده اهو تمام. هجيب الثلاثه التانيين وبرده هركبهم، وبرده هعد بالويم كده واحده اتنين الثالثه. يعني ممكن انت ايه يعني بالويم معاكي نفسك كده، عايزه تزودي زي ما قلت لك زودي، بس هتحتاجي شله ايه ثالثه، لان كده يا دوبك انا مش فايض من الشلتين دول ما فاضش يعني ملي. انا ظبطتهم، جيت على اخر سطرين انا بشتغلهم، ظبطت عدد الشراشيب اللي انا هعملها، ورحت ايه لفاهم عشان اعدهم احسبهم قد ايه، ورحت بعد كده كملت الكوفيه على قد ما كملت، فكملت معايا 160 واحد اتنين وفي تالتة، كملت معايا 160 بالظبط، ورحت انا ايه مخلصه على 160، والحبه الباقيين سبتهم شراشيب عشان يبقى يا دوب بالظبط، ما ايه مفيش عندي ايه اي فائض خالص تمام. بتكملي بقى كده للاخر نص الشراشيب اهي بتاعه الناحيه، وطبعا ابدا اسويها كده وبالمقص ابدا اسوي الايه الشراشيب. اهم حاجه تكوني ايه انت متاكده ان الناحيتين يكونوا قد بعض، وحاولي تكون المقص حامي وناعم عشان يقص معاكي الصوف تمام كده اهو. كده خلصنا الكوفيه، الكوفيه حلوه وجميله وسهله وبسيطه وتقدري تعمليها بسرعه، ولو انت ايديك متوسطه السرعه يعني في الشغل تقدري تخلصيها في يوم او بالكتير يعني يومين، تخلصيها تسعدي بها زوجك او اخوك او ابنك او اي حد انت بتعمليها له، او حتى لو انت بتشتغلي يعني هي مش هتاخد منك مجهود، وممكن مش هتاخد منك خيط، الشراشيب حلوات كفايه، كفيناها بشلتين يعني هي مش هتتكلف معاكي كتير. اتمنى انها تكون عجبتك. ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، ضروري يا جماعه بالله عليكم الشير عشان اللي محتاج المعلومه يوصل لها. يعني انا كل اللي محتاجاه منكم ان انتوا تعملوا شير للفيديوهات، اعملوا شير شير، مش ان انتوا تحفظوا الفيديو على الجهاز عندكم وتنزلوه باساميكم على الفيسبوك زي ما بنشوف، لا اعملوا شير، هو ده اللي تقدري تعمليه. انت بتحفظي لي حقي، وفي نفس الوقت انت بتساعديني في نقل المعلومه، وبتكسبي زكاه العلم معايا، يعني انت ربنا بتتجهز ان شاء الله على زكاه العلم معايا. اخواتنا المبتدئين ما تنسيش تعملي اشتراك في الفيديو على القناه، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله، والى لقاء اخر في حلقة قادمة إن شاء الله.